تنطلق مساء اليوم فعاليات السباق العاشر ضمن سباقات الخيل الأهلية والمقامة بميدان الرحبة بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة. تدشن دار الأوبرا السلطانية مسقط اليوم أولى حفلات العام الجديد بأمسية لعازفة الستار الهندية العالمية الشهيرة أنوشكا شانكر. أعادت السلطات الموريتانية فتح بعض المدارس القرآنية التي أوقفت عن العمل الشهر الفائت، وأثار غلقها جدلا كبيرا بين السلطة والإسلاميين.